بروفيسور عوني شعبان رئيس فريق بيت الصديق للبيئة في جامعة السلطان قابوس. حقيقة بدأت الفكرة منذ بضع سنوات، وبدأنا التصميم الأول هو بحث وتصميم وتنفيذ، ولهذا استغرق بضعة سنوات. البيت الآن العماني الصديق للبيئة في مراحل النهائية، وسيتم افتتاحه رسميا في الوقت اللي نتفق به مع سعادة رئيس الجامعة إن شاء الله. هذا البيت يعتمد كليا على الكهرباء من الطاقة الشمسية، ولهذا الهدف وضعنا طريقة للقياس بحيث في اليوم أثناء النهار نستهلك جزء من الطاقة، لأنه عندنا فائض حقيقة في الطاقة، ونحيل الباقي إلى دائرة الكهرباء عن طريق شبكة، ونقيس في الليل نستورد الكهرباء من، ونتيجة 24 ساعة إحنا نكون باتجاه الفائض. النقطة الأخرى وهو المياه. الكل يعلم أنه العالم أيضا صعوبات المياه هي تحديات كبيرة، وفي عمان بالذات تحدي أكبر. فالماء في البيت نستثمر تدوير المياه وتنقيتها وتحويلها إلى مياه سقي النباتات، ويحقق كمية المياه المستهلكة من المنقات ليس 100% من الحاجة، لأنه بالذات يعتمد على الاستهلاك وعلى حجم العائلة تسكن من هذا القبيل. موضوع مواد البناء، دائما نستعمل مواد تستهلك في تنفيذها كميات قليلة من الطاقة ومن الممكن تدويرها بالمستقبل، وهذه المواد يجب أن تساهم في تقليل الحمل الحراري على المبنى بواسطة ميزات العزل. يعني استعملنا مواد من البلوك العازل يخفض النفاذ الحراري إلى تقريبا 50%. عندنا نظام آخر تقليل ضغط البيئة الحرارية، وهو نظام البناء ذو الغلافين، والمقصود بذلك هو وجود غلاف خارج المبنى يتصدى للطاقة الشمسية ويبعثرها ويخفض نسبة الجهد الحراري على البيت بنسبة تقريبا 40%. هذا الغلاف يتكون من غلاف فوقي فوق السقف، وحقيقة نستثمر الألواح الشمسية وصفائح من الخشب المشبك بينها لتغطية جميع السقف وتظليله، فبذلك يمنع الطاقة الشمسية. أما الجدران فاستعملنا مشبكات من سعف النخيل المحلي ومن النباتات اللي تنمو عمودياً وتتسلق، وبذلك أيضاً حققنا كبح كبير للطاقة الشمسية على الجدران وخفضنا العبء الحراري كثيراً جداً. ولا بد الإشارة هنا إلى أن أيضاً النباتات والزراعة المحيطة بالمبنى في داخل البيت لها خطة محددة، هي ليست نباتات زينة وإنما نباتات أيضا مخططة في مواقع معينة لتقليل الانعكاس الشمسي على البيت وتخفيضه. أرجع إلى شكل البيت نفسه، يحقق طريقة مهمة جدا في عملية التهوية الطبيعية. إحنا نستثمر التهوية الطبيعية خلال 4 أشهر من السنة، وبالتالي لا نحتاج إطلاقا إلى التكييف. التهوية الطبيعية استثمرنا التراث المحلي، عملنا طريقة تصميم النوافذ، نوافذ في مكانات واطئة لكي يدخل منها الهواء البارد، ونوافذ في مكان عليا لطرد الهواء الحار. فإذا عندنا أيضا ابتكارات تندت على ما الموروث الحضاري، لأنه كثير من الابتكارات والتحديات قد وضعناها في هذا البيت، ونأمل أن يكون له فائدة كبيرة للمستقبل.